وسام الزومبا بدك تشارجه كرمال تفتح ميتينج اكثر من ساعة. ايه انا مشارجه، انا مشارجه. اذا كنا عم نقول عنواننا، عنوان موضوعنا اطلق كلمات حياه. وقت اللي بنسمع لصوت الرب ما بنكترث لصوت البشر، وبنبني علاقتنا الحقيقيه مع الرب، هونيك الرب رح يبارك ثمره بطننا، اي اولادنا، عائلاتنا، اهالينا، وثمره ارضنا. كمان قلت لكم في بيناتنا مزارعين الرب يبارك الارض. انا هيدا عندي ايمان مطلق ومنه وهم، حقيقي حقيقي. لما بتقوى علاقتي مع الخالق، ومنشان هيك خلينا نأسس كآباء وأمهات لعلاقة صحيحة مع الرب، حتى يجي بوقت الرب يقول لأولادنا أنا رح أفرح فيكم مثل ما فرحت مع أهليكم. بعدد 11 في شغل كتير 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 مهمة. شو بيقول؟ قال الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك. يا لطيف. قال الوصية اللي بيعطينا إياها الرب، الوصية اللي بيعطينا إياها الرب مش عسرة، يعني مش صعبة ومش بعيدة، مش صعبة ومش بعيدة. ليكو شو الناس بيقولوا لكم؟ ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلي، مين رح يروح لهونيك ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. شوفوا اليوم شو بيقولوا الناس حرفياً. مين راح واجا وخبر؟ ليش في حدا راح هيداك الدنيا واجا وخبرنا؟ ليكوا شوفوا قد ايه الرب دقيق. صدقوني اذا انتو حقيقيين مع الرب، الرب بيجاوبكن. عم بيقلنا الرب انه هيك رح يقولوا لكم الناس، مين راح واجا وخبر؟ ما بتسمعوا كتير من المتدينين بيخبروكم اشياء عن الموارئيات؟ شو الدليل؟ الدليل هي الحياة المتغيرة. انا ما رح اجي اقول لك اقرا هون واعمل هون واقنعك بشي مش عايشه، لانه ما رح اقدر اعطيك شي انا ما بملكه. انا عايش بهذا الفرح من 24 سنة، بشاركه مع كل الناس. فرح حقيقي، فرح بخليني احب كل الناس بدون اي غاية. هذا اللي عم بدعيك عليه اليوم. فمين راح واجا وخبر؟ شوفوا الرب قال حرفيا انه ليست عسرة، مش صعبة ولا بعيدة عنك. طب ليش الناس بحسوها صعبة؟ ليش اغلب الناس اذا مش 99% بحسوا الامور الروحانية تقل بدي اعمل هيك وما اعمل هيك واشياء مش مقتنع فيها؟ لانه هيدي الوصايا اللي حطوها الناس والقيمين على الامور الدينية هي وصاياهن هن، مش وصية الرب. وصية الرب ليست عاسرة وقريبة، قريبة منك، قريبة منك. كلمة الرب والعلاقة مع الرب مع الخالق حقيقية وقريبة ومش صعبة. وصايا الناس صعبة، تقيلة، بيعملها الإنسان خوفا من الله وليس حبا بالله. في كتير فرق بين الاثنين، في كتير فرق بين الاثنين. معنا اخت هداية، تتفضلي بتقري لنا بليز سؤال السيد المسيح بهذا الخصوص. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، يا من راؤون حسنا تنبأ عنكم أشعيا قائلا يقترب إلي هذا الشعر بفمه ويكرمني بشفتاي وقلب وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا.
وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم وهي وصايا الناس. بدي أقول لكم شغلة، هيدا حرفيا بيتطبق بأيامنا. أول شيء قال يقترب إلي الشعب وين؟ بفمه ويكرمني بشفتيه. أنا بس بدي أسألكم بشرفكم، أدي اليوم المتدينين بيحكوا كلام حلو؟ هنو عم يحكوا بالأمور الدينية بتقول ما شاء الله كلام كله منمى، كله مزبط، كله هيك فيه معنى. تعال اسألهم عم بيكرروه بدون معنى. تعال شوف حياتهم العملية، حياتهم ما بتشبه كلامهم. إذن بينطبق عليهم أنه شو يقتربون شو؟ بالفم. يكرمون الرب بالشفتين. وشو؟ القلبهم مش بس مبتعد، شوفوا كيف وصفها المسيح، مبتعد عني بعيدا، مش بس بعيد، كتير بعيد. معقول انت يا وسام هيك عم تحكي؟ معقول واحد عم يحكي بكلام الرب ويكون هو بعيد كتير عن الرب؟ ايه معقول كتير، واغلب الظن هيك. لانه بدي اقول لكم شغلة، المعيار اللي فيكم تحطوه اذا الحياة مش متغيرة، ما فيها انسانية، ما فيها محبة حقيقية، ما فيها تفاني لاجل الاخر، يعني المسيح ما ملك على الحياة وزرع محبته بهذا الإنسان. فهذا الإنسان قد ما يحكي بكلام الرب بيبقى كلام بالهوى، إكرام بالشفتين. بدي لكم شغلي يا أحبة، الرب لا يريد إكرام بالشفتين ولا يريد إكرام بالفم، الرب يريد إكرام بالحياة العملية، بالحياة العملية. وبالحياة العملية معظم الناس بيسقطوا بهذا الامتحان لأنه ما بيقدروا بقدرتهم الشخصية، وما بيعرفوا كيف، ومش وصلت لهم الرسالة كيف. اليوم أنتوا نيالكم عم تقدروا تعرفوا هيدا الرسالة، رسالة بسيطة، قريبة منك، قريبة وليست بعيدة، ليست في السماء وليست في البحر. بقول لك مين راح وإجا؟ لا لا لا، مش هالقد بعيدة. وباطلا يعبدونني، باطلا يا جماعة. الرب مش طالب عبادتنا إذا عم نقترب لإله بس بالفم وبالشفتين. وبكل الأحوال مش طالب إنه نعبده، نحن مننبسط بالاقتراب منه، بحضوره بحياتنا، لأنه بيعطينا سلام حقيقي. سلام حقيقي ما بتلاقوه محل يا أحبة. مش أنتوا عم بتفتشوا على راحة البال؟ مش أنتوا عم بتفتشوا على السلام؟ مش أنتوا عم بتفتشوا على صفاء الذهن؟ مش أنتوا عم بتفتشوا على السعادة؟ أنا بكل محبة بكل تواضع بلكن، اختباري الشخصي البسيط إنه المسيح بس ملك على حياتي، أعطاني كل أسباب الفرح بهالبساطة. ما عملت شيء، ما عملت شيء، لك صدقوني ما عملت شيء، بس قلت له إذا أنت موجود أعطيني سلام، شيل الخوف من قلبي. فقال شو؟ باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. منشان هيك وصايا الناس اللي بلبسوها لباس انه هي وصايا الله، هي بتبقى وصايا الناس، منشان هيك تقيلة، منشان هيك الناس بتعملها خوفا ومش عن اقتناع، منشان هيك هي عسرة، منشان هيك هي صعبة. لكن وصايا الرب ليست صعبة، ليست عسرة. وصايا الناس عسرة وصعبة لأنها بتشكل قوانين مزبطة حتى تكون منظومة هالأمور الروحية سبب أنه يسيطروا على الناس بطريقة ما يخلوهم يفكروا كيف يقتربوا من الله، لأنه سلطتهم ما بيعود إلى معنى. بس يوعى الإنسان ويفتح ذهنه ببطل يخضع لسلطة وهمية. سلطة الناس بالأمور الروحانية هي وهمية لا تليق بهم. السلطة الوحيدة، هاليلويا، السلطة الوحيدة هي سلطة الرب علي، مش سلطة الناس. بالعدد 12 مثل ما قلت لكم، بيقولوا هي بالسماء، مين راح وجه وخبر تحت البحر؟ خي بتخبرني خبريات، معلش يا خي،
يعني أوهام وقصص، ما بلومك لأنه ما عم بتشوف شيء عملي قدامك. اليوم بدي أقول لك إذا اختبرت هيدا الشيء وفيك اليوم تختبر هيدا الشيء، رح تفهم علي، رح تفهم علي. أنا عم جرب من كل قلبي، من كل نقطة ماشي بدميتي حتى فسر لك وفسر لك يا رب إنه يكون عم ينفتح هالموضوع قدامك بشكل واضح حتى تختبر أنت نفسك. خلاص الرب وفرح الرب وسعادة الرب، هاليلويا. فشو بيقول؟ الوصية ليست في السماء يا جماعة. وقت اللي بنقول بالسماء يعني في مسافة كتير كبيرة. طبعا الرب عم بيقول لك لا مش هالقد بعيدة. الناس قالوا لك انه بعيدة، مين راح وجا وخبر؟ ويوم الله بعين الله. لا، بتعرفوا شو بيقول لك الرب؟ بل الكلمة قريبة منك جدا. انا كنت كتير مبسوط لو قال الكلمة قريبة منك، كتير حلوة. بس ليكو أصر الرب يقولكن اليوم إنه الكلمة منك قريبة جدا، مش بالسما فوق آخر الدنيا. تعرفوا في تعبير أنا بحبه، بس هيك بحسه بيعرفني عن الله البعيد كتير. مثلا بقول سبحانه وتعالى، صحيح كتير حلوة هذه الكلمة، عن جد حلوة، بس تعرفوا شو بحسسني أنا؟ كأنه بغير دنيا وهو بغير دنيا، انه انا مقطوع عنه. مني انا لاوصل له؟ كيف بدي اوصل له؟ انا انسان وهو الخالق. لا يا احبة، الكلمة قريبة منك جدا، لا هي باعماق بحر ولا هي باعلى سما، هي اللي عم نحكيها اليوم. كون عندك علاقة مع الرب مباشرة. فقال قريبة منك جدا، هي اول نقطة. في فمك، شوفوا دغري شو حط وراها، وفي قلبك، شوفوا شو حط وراها، لتعمل بها كلام الشفتين. ولو كان أحسن شعر وأحسن دعاء وأحسن صلاة ما بيفيد كلام الشفاه اللي مقرون اللي موصول بإرادة بالقلب. أنا بفتح القلب وبقول له يا رب بدي أتعرف عليك، هيدا كلام الشفاه اللي الرب بيستجيبه لأنه موصول بالقلب. اوعى تفكروا يا أحبة إذا ما في نية عندك تتعرف على الرب، الرب ما بيعرفك على نفسه غصب عنك. هيدي نسي الموضوع، بيضل عندك فكرك والرب بيحترمه. حتى لو ما بدك تآمن فيه الرب محترمك. هالقد يعطينا حرية، بس اليوم محطوط قدامك الخيار مثل ما رح نشوف. قال الكلمة بالفم والقلب والعمل، هون بتصير حياة حقيقية بين الإنسان وبين الله. بيقول بفمه يا رب أنا بدي أتعرف عليك من كل قلبه. ليه؟ لأنه فتح القلب. بس تفتح قلبك مثل ما قلت لكم فيكم تعملوا هذا الشيء اليوم، بيحصل معجزة في حياتك، بتصير تعمل أعمال الله بدون ما تقصد. ليش؟ لأن قوة الرب حلت في قلبك. هاليلويا. قارن ما قاله المسيح إنه الشعب مبتعد بعيدا، يعني التأكيد مش بس مبتعد، بعيدا يعني صار كتير بعيد، مع انه هني شو مفكرين هودي الشعب؟ الشعب يعني كل شخص متدين. شو مفكرين هني كتير قراب من الرب؟ هو شو عم بيقول لهم؟ يا خي انتو كتير بعيد. وهون شو عم بيقول لهم؟ الكلمة قريبة جدا. مثل ما كلمات الشفاه بس بتخليك تكون بعيد كتير، كلمات شفاهك هني زيتهم إذا قلتم بقلب مفتوح بيخلوك تكون قريب كتير. هاليلويا هاليلويا. وهيدي الشغلة بإيدك وبإيدك. وضع الرب أمامنا شيئين، هون رح أقرأ لكم إياهن، الحياة والموت، البركة واللعنة. شو بتختاروا؟ هلا انتوا عم تسمعوني اكيد تقولوا اخ نيشان
أكيد بدي أختار الحياة والبركة. بس أنا بدي أقول لك شغلة، إذا بتختار الحياة والبركة من شفاهك يعني كلام لكن ما رح يترجم بحياتك. إذا بدك الحياة والبركة تترجم حقيقة بحياتك بعيدا عن الموت واللعنة، بدك تفتح قلبك لحتى تعمل بكلام الرب. وخارج هيدا الحديث صدقوني عم قلكم ما في حياة. انتو بتكونوا عايشين بس عايشين من قلة الموت، مثل ما بقول المثل، تكونوا عايشين بقمة التعاسة، ولو بينتوا مبسوطين ولو كل شيء على ما يرام ولو اعتبرنا انه ما في مشكلة بلبنان وكل شيء تمام، فرح الانسان ما بيجي من طقوس ووصايا بشرية. لا تخضعوا لحدا يا أحبة، اللي بيعطوكم وصايا ثقيلة ومن كل الأطراف، بس الرب وصيته ليست عسرة، هين كتير. ليش؟ لأنه قريب كتير. ليش؟ لأنه مش مطالبة. هاي الحقيقة، انت مش بحاجة تعمل شيء غير تفتح قلبك. إذا تريد أن تختار الحياة بدك تختار رب الحياة لأنه مصدر الحياة. ارفض وصايا الناس، ما تتسمع كتير للناس اللي بحطوا نواميس وقوانين وطقوس حتى يكونوا حاجز بين الإنسان وبين الحقيقة، وبيدعوا إنه هن بيعرفوا الله. إذا كنت تريد بركة الرب اطلبها من رب البركات وليس بشعائر لا تقدم ولا تؤخر. واللي مداعك بالحياة بيناتنا بيعرف شو عم قول، بيعرف شو عم قول. ما أجمل ما قاله الرب، أنا عم بني حديثي، حضروا الوراق والإقلام. ما أجمل ما قاله الرب، اختر الحياة لكي تحيا. شو حلوة، يعني معقول أنا يكون عندي حياة وكون ميت؟ يعني ما أقول كون أنا عقيد الحياة وكون ميت؟ إيه يا جماعة، الرب ما بيكتب شيء منه حقيقي. أنت بيكون عندك حياة بس أنت ميت من جوا، ولو ادعيت غير هيك. أنت نفسك بتعرفها ونفسك بتعرفيها. اختر الحياة، هيك عم قلنا الرب، اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. هاليلويا. مثل ما بيمتد الفرح لنفسك، ويا رب يكون الليلة رح يمتد لكل واحد من بعدك ولكل واحد من حولك. هاليلويا. أنا عايش هذه الحياة يا أحبة، ليس ادعاء بل فرح ومشاركة، على سبيل أنه أنا شارك الخبراتي مع الرب. مش شي تعلمته، شي اختبرته أقوى بكتير، كتير أقوى، لأنه شي اللي تعلمته ما عشته، شي اللي اكتشفته مع الرب أنا عايشه من 24 سنة. هكذا تمتد الحياة فتحيا أنت ونسلك وأرضك وثمر أرضك. هاليلويا. وثمرت بطنك، أي أولادكم، وثمر حقيقي، ثمر حقيقي لأنه جاي من علاقة حقيقية مع الرب، ما إجا من وصايا الناس بل من وصية الرب الهينة الغير عسرة القريبة منك جدا. هاليلويا. آخر شيء بعدد 20، اللي بيحب يتابع الموضوع بعدين هو بسفر التثنية والإصحاح 30 عم بقرأ. قال إذا تحب الرب إلهك، ليكو يا أحبة، ليكو شو حلو، ليكو شو حلو ربنا. قال إذا تحب الرب إلهك، ما قال تعبد، أوكي، ما قال تعمل شعائر وتروح وتزور وتعمل مع أنه كلهم منيح، بس ما راح يفيدوك. محبة، بدك محبة بحياتك، روح عند رب المحبة بيزرعها بقلبك، بتصير تحب مطلق إنسان. يا جماعة شيء كتير حلو،
يا جماعة شيء كتير حلو. قال إذا تحب الرب إلهك، أجمل كلمة تحب. قال إذا بتحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، هيدي العلاقة الحقيقية، التصاق. مش الرب بوادي وأنا بوادي، مش هي موجودة بالسماء وتحت البحر ومين راح وإجا وخبر، لا 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 لا، حقيقة بتصير عندك علاقة شخصية مع الرب، بتصير أنت بتعرف الرب بعلاقة شخصية. قال تحب أجمل كلمة، الرب إلهك تسمع لصوته. دخلكون الشخص اللي بتحبه، الشخص اللي بتحبه وبتعرف انه بيكن لك كل الاحترام وبيتمنى لك كل الخير ووفي، ما بتسمع لصوته؟ ما بتسمع لصوته؟ اذا انسان وفي وكان معك كتير منيح وانساني وما عنده غاية معك، بتحبه لهالانسان، ما بتسمع صوته؟ فكيف اذا الرب اللي بده كل الخير لقلنا خارج هالمنظومة اللي حطونا فيها ما بتسمع لصوته؟ بتعرفوا ليش بقول؟ اللي أنه هو حياتك، مصدر الحياة يا أحبة. حرام تمرقوا بهذه الحياة وأنتوا ميتين، وفي عندكم الفرصة أنه رب الحياة يكون موجود بحياتكم. قال يطيل أيامك، يطيل أيامك. بدي منكم لو سمحتوا، على هيدي الورقة والقلم اللي عندكم تكتبوا بالأول كلمات حياة على أولادكم اللي عنده أولاد، اللي ما عنده أولاد على إخواتكم وعلى أهليكم. شو معناتها تطلق كلمات حياة؟ بدي لكم شغلة، أوقات على فور الدمنا منصير نقول إن شاء الله بيصير معك هيك والرب يعمل فيك هيك، ويطلع من بيطلع منا لعنات. اوعى تفكر إنه هودي هيك يعني طالعين يعني قلبي أبيض يا خيي، أنا بحكي هيك بس قلبي أبيض، لا لا لا، هودي ما بيطلعوا لو ما موجودين بقلبك. فمشان هيك بدي لكم يا أحبة انتبهوا، لا تطلقوا كلمات اللعنات لا على حياتك ولا على بلدك ولا على عائلتك ولا أولادك ولا على أرضك، بل أطلق كلمات حياة. يكون هيدا الكلام تاريخي لإلكن اليوم حتى تطلقوا كلمات حياة. أرجو منكم تكتبوا اللي عندهم أولاد، تطلق كلمات حياة عليهم، يعني بركة الرب عليهم، نجاح، سعادة. إذا كان في حدا منهم مريض تكتب شفاء باسم يسوع، باسم يسوع. إذا حدا نفسيته تعبانة ربما راح عند أطباء بعد ما لقى العلاج، صدقوني الرب يعالجكم. اكتب كلمات حياة، أطلق من فمك كلمات حياة على أولادك، إذا ما عندك أولاد على عائلتك، أهلك، إخواتك، أولاد إخواتك. اعملوا هيدا الشيء، وبعدين اللي بحب بيناتكم انه يشاركنا رح اعطي مجال بعد شوي. اللي عنده ممتلكات اطلق كلمات حياة على ممتلكاتك، قل له يا رب بارك ارضي، اذا انت زارعها قل له يا رب بارك محصولي، احفظ على سياراتي من الحوادث، احفظ على بيتي. اكتب اطلق كلمات حياة. بترجيكم هيدي الورقة خلوها بمكان تضلكم شايفينها، لانه وقت الرب يبارك حياتكم لانه اخترتوا الحياة والبركة رح تشكروا الرب على عطاياه بحياتكم. هل في حدا ممكن يشاركنا بإطلاق كلمات حياة؟ أنا رح شارككم على أولادي، أنا رح أقول له يا رب أطلق عليهم كلمات حياة
نجاح، فرح، علاقة صحيحة معك يا رب، يكتشفوك ويكتشفوا العلاقة الصحيحة معك. أطلق عليهم يا رب كلمات نجاح بدرسهم، أطلق عليهم كلمات حماية على جسدهم، على فكرهم، من أي تشويشات موجودة بالميديا، من ربما أصحاب السوء. بطلق عليهم كلمات للبركة، أنك تجعلهم أشخاص مميزين بالمجتمع، بالإنسانية، يعرفوا أنه هن بحبوك. بطلق كلمات حياة على زوجتي، أنه الرب يحفظها، ضل معين لإلي حتى نضل ننشر الإنسانية والمحبة، محبة يسوع بين كل البشر. أطلق كلمات حياة على زوجتك، على زوجك. بحب حدا يشاركنا؟ بشي كتبتوه؟ يلا في أنا. تفضل. كتبت: يا رب بارك بعملي، وبارك بإيماني القوي فيك، وبارك بوالدي وعائلتي، واشفي جدتي. امين 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 باسم يسوع. بدعيك يا راجي، انا بعد شوي رح صلي صلاه، في حال لو يعني بتحب، طبعا لانه الرب بحب انه نحن نقرر نقول انه ايه بدي علاقه مع الرب حقيقيه. انا رح صلي صلاه بنهايه حديثنا، اذا بتحب تصليها وراي يعني بيكون شيء كتير حلو، هذا بيرجع لك حبيب القلب. انت اخت كارين تفضلي. كارين يمكن بك تقولي شيء؟ اخت كارين خينا زياد. يعني أوقات بشكل مفاجئ الواحد ما بيجوا معه الكلمات، بس يعني دائما بتذكر كلمة ربنا يلي بتقول: تكفيكم نعمتي. أمين. أمين. وهو بيعرف دائما طلبات قلبنا سلف. أمين. ونحن in a way حتى لو ما بنعرف نصلي، ربنا بيعرف الكلمات لما تمتمها كيف هو بيرتبها، وبتوصل للآب بطريقة مفهومة. أمين. ربنا يرحمنا على كل، طالما باب الرحمة بعده مفتوح. أمين أمين. في حدا تاني بيطلق كلمات حياة؟ إيه أحمد. سلام المسيح يا أخو، الرب يبارككم. سلام الرب معك. هي في آية بتقول: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله. نعم. يعني بدي أحكي عن الثواني، لو بثواني، عن أنه وصايا الرب مهم كتير 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 بحياتنا. أخ أحمد لو قطشتك، أطلق كلمات حياة على عائلتك، كون يعني هالقد يعني خصص هيدا الوقت لعائلتك، أطلق كلمات حياة عليهم. يا رب أعطينا نمح، يا رب أعطينا سلام، أعطينا أمل ورجاء. أمين. يا رب، لأن كلنا أمل ورجاء فيك يا رب. أمين أمين. هيدي كلمات حياة. محمد ضناوي، أطلق كلمات حياة على عائلتك. حدا تاني بحب يشارك؟ كونوا جريئين يا أحبة، هيدا وقت كتير حلو. اخت هداية. اخو سام، يلا اطلقي كلمات حياة. اطلق كلمات حياتي يا رب. شكرك يا رب يا رب. اطلق كلمات حياتي، ان تضع يداك على اولادي. امين يا رب، نجحهم، تعطيهم، بتدلهم على طريقك يا رب.
آمين. مشكور وخدام لإلك يا رب، يسمع كلمة آمين. الرب ويتقبلوها يا رب من دون أي اعتراض يا رب. آمين. وكلمة حياتي على زوجي آمين. إنه يكون معه ورفيق دربه آمين. يدله على الطريق الصح آمين. باسم يسوع. آمين آمين. آمين. عمو بشارة، بتحب تطلق كلمات حياة على عائلتك؟ يا رب بارك عائلتي، آمين. بارك ولادي يا رب، كيف بركت حياتي وخلقت مني إنسان جديد. آمين. أنا واثق إنك حتجعل من ولادي ناس جداد. آمين. يا رب بارك جيال. آمين. يا رب بارك جيال وساعدها مثل ما عم تنمى بالقامة كمان تنمى بالروح آمين. وبالمعرفة. آمين. يا رب سلمك رشاد وحبلها. آمين. بارك حياتها وبارك آمين. مولود دليل جديد آمين. حيجي آمين. بعد كم يوم. آمين. بارك كلارا بغربتها وقويها ودل على طريق المدل على طريق الحقوقي عن هيدا الموضوع. آمين. وسلمك أمورهم مثل ما بسلمك أمري. آمين. أنت القادر على كل شيء، وأنت وعدتنا وقلت إنه كل شيء بتطلبه باسمي حتنالوه، وأنا آمين. عم بطلب باسمك آمين. وناطر وعدك يا رب لإلي. آمين. 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 أخت تمار، أطلقي كلمات حياة، أنت بحاجة لإلها إذا عم تسمعيني. اخت تمار، اطلقي كلمات حياة على عائلتك وولادك، على جوزيان، جوزيف، جوزك. يا رب بارك عائلتي واولادي وزوجي. وفي هون صلاة صغير حابة صليها. تفضلي. بشكرك يا رب لانك قريب مني، سامع صلاتي. أنا مؤمن بأنك ستمنحني سلامك الذي يفوق العقل. آمين. وستخرجني من هذه المحنة أقوى من الماضي. ساعدني أن أثبت قلبي نحوك وألا أنظر للوراء، بل أركز عليك يا من لك القدرة والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين. في حدا بعد؟ اتفضل اخت رولا. أخوي سام يسعد مساك، بدي صلي بهالليلة المباركة وبدي أطلب من الرب يبارك عيلتي، يحمي ولادي أمين وينصرهم باسم يسوع، ينور لهم أمين. مستقبلهم الغامض أمين، يبارككم يكون معهم كل خطوة عم يخطوها. وبصلي على نية بنتي بلبنان جورجينا، الرب يحفظها أمين أمين يا رب، ويساعدها ويكون حدها لأنه كمان عم تمرق بظروف كتير صعبة لوحدها يا رب، ويطلع يا رب باسم يسوع يطلع من هالمحنة. أمين أمين. والرب بيعرف انه اليوم انا ابني حامل هم كبير على كتافه، حامل مسؤولية كبيرة لوحده. نعم. يمكن كمان عم بيصير ضغط عليه أكثر، بدي اطلب من الرب هو ينورنا وهو يساعدنا. أمين. نحن اليوم عم نمرق بمحنة كتير صعبة يا وعم مفترق طريق ما بنعرف وين رح يودينا واي طريق نمشي فيه. إن شاء الله هو يهدينا أمين. تنمشي بالطريق الصحيح أمين. أنا وابني تنوصل مع الرب، أكيد ما في شيء مستحيل. أمين. هو رح يهون علينا ويساعدنا وينورنا أمين. تنطلع من هالضيقة ونكون على الطريق الصحيح اللي هو رايد لنا إياه. أمين. رب يبارك جورج ويباركني. أمين. وبصلي كمان لزوجي الله أمين. يهديه اسم يسوع ما يقسى علينا كتير. أمين. الرب الرب يفتح قلبه. يكون هو بحياته. أمين. هو بحياته. خي راجي، بنهاية حديثنا أنا قلت لك لو بتحب تصلي هذه الصلاة، بتحب تعيد وراي ينسمع صوتك، بتحب ما ينسمع صوتك، هذا الشيء بيرجع لإلك. قل له من قلبك يا راجي، قل له يا رب أنا عم فتش عليك، أرجوك إنك تظهر ذاتك لإلي، وأنا مستعد إنه أعيش لإلك. أنا عم فتش عليك وأنا بدي إياك يا رب إنك تدخل إلى حياتي، وأنا بتعهد إنه أعيش لإلك.
أنا بفتح باب قلبي لإلك يا رب، إذا أنت موجود تدخل واعطيني سلام واعطيني فرح. أنا بوثق فيك يا رب يسوع. آمين 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 آمين. لقائنا اليوم شارف على نهايته. خلوا هيدي الورقة معكم، ضبوها، بس الرب يبارك حياتكم بشفاء ببركة بحياة. شكروا الرب، فتشوا عن الرب لأنه الرب فعليا عم يفتش عليكم، ورح تلاقيه إذا كنت من كل قلبك عم تفتش عليه. شكرا لوجودكم معنا. بنصلي من أجل بلدنا يا علي. أخو سام؟ أيوة أخو سام، معنا أخت فاتت معنا اليوم جديد، اسمها الأخت جابي. نعم إذا تبين عندك.